هسه جينا هنا رجعنا نفس المعادلة هاي رقم ثمانية، رقم ثمانية هاي رقم ثمانية اللي احنا اشتقيناها شفتوا من الجزء السابق. شنو الباوندري كونديشن عندي هنا؟ لما ار صفر، يعني لما ار صفر وين ار صفر يكون؟ ار صفر وين يكون؟ يعني نصف القطر وين يكون؟ صفر. فراح يكون بالسنتر، فاذا دي تي باي دي ار يساوي صفر، لان راح يكون هنا ماكسيمم عندنا، راح يكون ماكسيمم، فدي تي باي دي ار يساوي نصف. ولما ار صفر ايضا التي يساوي التي ماكسيمم اللي موجود بالسنتر لاين، يعني هاي اللي باوند، يعني مثل اللي شفناها بالفلو اللي هو ماكسيمم موجوده بالسنتر. ولما ار ايكوال ار، يعني على المحيط التي ايكوال تي سيرفيس، او ار ايكوال ار الكيو يساوي كونستانت، يعني هاي الباوندري كونديشن الثالث والرابع. اما ار ايكوال ار التي تكون تي سيرفيس اللي هي كونستانت تمبرتشر وول تمبرتشر، او ار ايكوال ار فاذا كيو يساوي كوندكشن اللي هي كي دي تي باي دي ار، يعني تكون كيو كونستانت، كيو كونستانت. فاذا نطبق الباوندري كونديشن رقم واحد، تعرفوا اذا باوندري كونديشن رقم واحد والباوندري كونديشن رقم اثنين اللي هو ار، هنا ار اكول واحد وار اكول اثنين، نحصل المعادلة رقم تسعة. واذا نطبق واحد وثلاثة نحصل معادلة رقم عشرة، نحصل معادلة رقم عشرة. فاذا عندنا معادلة رقم تسعة ومعادلة رقم عشرة، ذني المعادلتين ايضا مخلين احنا مستطيل، يعني نقدر نحفظهن. وحدة يعني لما يكون الار 1 هو نفسه، يعني العفو الباوندري كونديشن 1 هو نفسه بالحالتين، بس هنا اخذنا ار 0 تي ايكوال تي ماكسيموم هذا السنتر لاين، وبالحاله الثانيه ار اخذنا يساوينا كونستانت وول تمبر، العفو اللي هو الثالث اللي هو ار ايكوال ار 0 والتي ايكوال تي كونستانت، يعني اخذنا بها بالثالث وهنا اخذنا بالثاني، هنا اخذنا بالثاني. هسه راح نشوف احنا هسه معادلات ذني اشتقيتهم ووجدتهم. هسه نريد نكمل، قلنا احنا نريد نوصل للهيت ترانسفير كوفيشنت، نريد نوصل للهيت ترانسفير كوفيشنت. هنا يقول الهيت ترانسفير ريت، حتى نحصل هيت ترانسفير كوفيشنت لفولي ديفلوب فلو بايب، زين لازم شنو هذا؟ لان احنا عندنا شنو؟ عندنا بالجريان عندنا كيو، يعني التي مال البالك، يعني هذا لما يجري هنا درجة الحرارة ايش قد؟ احنا نعرف درجة الحرارة الداخلة ان، ودرجة الحرارة الخارجة اوت، بس درجة الحرارة الداخلة ايش قد؟ احنا دائما مرات كافرج ناخذ الداخلة زائد الخارجة على اثنين، بس هنا هذا لتكون شغلة دقيقة ومضبوطة لازم نوجد التي بالك بالضبط. فحتى التي بالك نوجدها نعرف البالك تمبرتشر، هنا عرفناها. شنو هي تعريفها؟ The ratio of the enthalpy at the cross section of the product of the mass flow rate، العفو، the ratio of the enthalpy at the cross section to the product of the mass flow rate and the specific heat of the fluid، ونسميها mixing cup temperature، نسميها mixing cup temperature او bulk temperature، T bulk، يعني T bulk. هاي فشوف يقول لك هي عبارة عن ريشو انثالبي، الانثالبي هاي كأنه الرو ضار بها في 2 باي ار دي ار اللي هي هاي الفوليوم في اليو هذا الماس، فكأنه هنا ام سي بي دلتا تي، ام سي بي دلتا تي. ضربناها منين هنا؟ ضربناها بام سي بي، ام هذا ام وهذا سي بي، ضربناها بايش؟ قال سبيسيفيك هيت ماس فلوريت برودكت and the specific heat، هذا هو يعني الهيت كاباسيتي، كانه هنا قسمناها على الهيت كاباسيتي، يعني يساوي لنا طبعا وهذا تكامل، منين بدنا ناخذه؟ من صفر الى ار وهنا من صفر الى ار. فنختصر المتشابهه صارت عندنا هاي المعادله اللي لازم احنا هسه نشوف هنا نحفظها، المعادله تي بالك
يساوي من انتجرال من صفر إلى r u t r dr، من صفر إلى r u r dr. هنا عندنا ال u وال t، وهنا عندنا ال u يعني ال t ال u وال t وال r المتغيرات، هنا عندنا ال u وال r هي المتغيرات. فهسه يقول إذا نجي نعوض equation 5 in equation 9، equation 9 من هي؟ العفو، equation 5 و equation 9 ب equation 11. equation 5 منهم و equation 9 منهم. equation 9 اللي توصلنا إلها اللي قلت لكم هاي عند الكونستانت نرجع لها، equation 9 هاي، equation 9 هاي اللي خدنا boundary condition ال 1 والثاني، و equation 5 اللي هي distribution. هاي equation 5 distribution. فإذا حتى رجعت وياكم أنا هنا نعوض حصلناها من الهيت بالانس وحصلناها من ذاك مال الفيلوسيتي الفورس بالانس، حصلناهم نعوضها بهاي المعادلة اللي هي تي بالك. لأن عندنا تمبرتشر، لأن احنا شنو عندنا اليو بالك بيها تمبرتشر وبيها يو، اليو واجدين ديستريبيوشن مالتها معادلة رقم 5 والتمبرتشر واجدين ديستريبيوشن مالتها معادلة رقم 9. عوضناهم وهنا شوية راح تكون رياضيات، يعني هاي يعني من هاي المعادلة إلى هاي المعادلة رياضيات بيها هواية، وممكن تسووها وتشوفوها، ممكن تسووها وتشوفوها. فحصلنا هاي المعادلة التي بول تساوي تي سي زائد 7 على 96 واحد على الفا يو ماكسيمم اتر دي تي باي دي اكس. زين احنا عندنا كيو شو تساوي؟ اللي هو كونفكشن يساوي كوندكشن. فاذا من هاي المعادله، هاي دائما معادله مهمه كون، فاذا الاتش يساوي كي دي تي باي دي ار على ار تي دبليو ماي تي بار. زين نجي احنا هنا عندنا معادلة رقم 9 هاي اللي عندنا موجودة، نشتق المعادلة حتى نوجد dt by dr. اشتقيتها عند r equal r وعوضت r equal r سوينا اختصارات حصلنا هذا الجواب dt by dr، لأن أرد عوضه هنا. أوكي زين، using equation 9 if t equal tw. هسا إذا نفس 9 إذا t يعني t عندي t أنا بالdistribution هاي اللي ما أي t أعتبرها tw، فإذا لما t equal tw ال r equal شنو؟ r هاي. فأيضا عوضتها حصلت ان tw minus tc يساوي ماكسيموم لهذا. فإذا أنا فوقش عندي اللي هو وجدت هاي المعادلة اللي هي هاي المعادلة رقم 13، أعوض عن dt by dr وعوض عن tw، أعوض يعني عوضت عن tw والdt by dr باللي وجدتهم، هاي dt by dr وجدتها زين، وال tw هاي وجدت قيمتها، فعوضها بالمعادلة مال الهيت ترانسفير كوفيشن. فتشوفون هنا صارت اكو اختصارات، اكو اختصارات، ويعني هاي مجرد رياضيات. فنحصلنا ان ورتبنا المعادلة حصلناها تساوي ان h 48 على 11 k over d، واذا نرتبها فنصلت نمبر هو شو يساوي؟ يساوي h d over k، فراح يساوي 48 على h، يعني معناه h ايش قد هسه طلعناها؟ h طلعناها 48 على 11 k t، يعني نصلت نمبر اللي هو يمثل h يساوي لنا 43.64. هاي المن؟ هاي الكونستانت هيت فليكس، هاي الكونستانت هيت فليكس. زين اذا كونستانت وول تمبرتشر لازم هنا شوف كاتبينها احنا يعني ال تي دبليو ماينس التي بي هذا متغير، راح يكون مو ثابت هناك اخذناه، راح يكون متغير يتغير على طول الانبوب. فالتي بالك باي دي اكس هي تكون فانكشن لازم نوجدها. فايكويجن 7 ممكن نحلها ونسوي ايضا باوندري كونديشن، وهذا موجود بالكتب. فاذا كونستانت تمبرتشر نصلت يساوي لنا 3.6، هذني ينحفظن
ال 4 point يعني إذا constant heat flux يساوينا 4.3 وإذا constant heat flux إحنا هذا اشتقاق مالتنا ما مطلوب اشتقاقها بس اشتقاق ال 4.364 مطلوب هذا اشتقاق ما مطلوب لكن ممكن واحد يسوي وموجود بالكتب هنا هذاك طبعا هسه عرفنا اللامينار فلو إش قد الاش نقدر نوجده اكو قسم يعني بالاضافه لذلك وجد معادلات لان المعادلات احنا حسب الاتفاق اذا يعني اكو نفسها ماخذها هي هاي وضايف لها بها رينولد وبرانتل او ماخذ هاي داخل الانبوب وضايف ميو اوفر ميو دبليو وكاتب هنا هاي للنون فيسكوس اذا تكون هذا الشرط فلان مجرد معادلات اخرى تستخدم بحل اللامينر شكرا جزيلا.